حياتي كانت عبارة على كتلة حزن كبيرة، كنت على شفا الانهيار. حياتي كانت باللون الأبيض والأسود بدون ألوان. سنستكشف عالم الاكتئاب ونفهم تأثيره العميق على حياة الأفراد، وسأروي لكم قصتي مع هذا المرض الصامت. فقط تابعوا معي لتفهموا معنى الاكتئاب وكيف يمكننا مساعدة أنفسنا والآخرين للقضاء والتغلب عليه نهائياً. كثيرون هم الأشخاص الذين يستولي الحزن على حياتهم، يغرقهم في دوامة من السواد ويجعل أيامهم عصيبة. هذا هو ما يسمى بالاكتئاب، مرض نفسي بات من أكثر الأمراض انتشاراً. لكن وسط كل العتمة المنتشرة، هناك أشخاص استطاعوا التغلب عليه وهزيمته شر هزيمة لينتقلوا بحياتهم إلى التوازن الطبيعي. الإحساس بالدونية وانعدام الرغبة في المتعة، اضطرابات النوم، اضطرابات الشهية، فقدان الطاقة، والأفكار الانتحارية، كلها أعراض لهذا المرض الصامت، وأنا بلا فخامة عليكم قد جربتها جميعها. يعرف الاكتئاب بأنه اعتلال عقلي يعاني فيه الشخص من الحزن والمشاعر السلبية لفترات طويلة. أهم ما يميزه هو الانخفاض الحاد والمتسارع في المزاج والنفور من الأنشطة الاجتماعية، كما تصادفه مشاعر القلق والتشاؤم الذي يجعل الفرد يفتقد الهدف من الحياة. هكذا يعرف علماء النفس هذا الاضطراب الذي يعاني منه أكثر من نصف مليار شخص حول العالم ومن جميع الأعمار، وتعتبره منظمة الصحة العالمية من الاعتلالات المؤدية غالباً إلى الانتحار. لنترك الكلام العلمي والإحصائيات جانباً ولنتكلم عن هذا الاضطراب من وجهة نظر مريضة مكتئبة. هل هو مجرد مرض يفقد المصاب به الرغبة في الحياة وكفى؟ بالتأكيد لا، هو داء يفتك بالمريض ويأكله شيئاً فشيئاً إلى أن يفقده الحياة بشكل ما. تبدو الأمور بسيطة حين تقرأ أو تسمع عنه، لكن الحقيقة أنه ليس بسيطاً. هو مرض يتوغل في أعماقنا ويسكن روحنا شيئاً فشيئاً، يسيطر على أحاسيسنا كلها ويمنعنا شيئاً فشيئاً من الفرح والسعادة، يتحكم فينا وفي حياتنا. ولأنه يعتبر عيباً في نظر الناس في الدول العربية، فالمريض في الأوساط العربية يضطر أحياناً إلى عدم اللجوء إلى طبيب نفسي لأن العائلة والأصدقاء سيحسبونه مختلاً عقلياً. كنت أقول في قرارة نفسي أنه ما دمت استطعت التغلب على مشاكلي السابقة فأنا شخصية قوية، وهو ما دفعني إلى التفكير أكثر في كل ما هو إيجابي في حياتي، وبدأت أرى أن كل ما حدث معي هو اختبار لقوتي هذه. بدأت أرى أنني أستحق أن أكون سعيدة وأن سعادتي هي قرار يعود إلي لوحدي، بل أصبحت أعير الاهتمام أكثر فأكثر لبعض الآيات القرآنية التي تدعو إلى التفاؤل والصبر وغيرها من القيم القريبة من هذا المعنى. وصلت إلى درجة أني أصبحت أرى أن الحياة لا تستحق أن يكثر الإنسان التفكير فيها أو الارتباط بالهموم. أصبحت أرى أنني أستحق الأفضل، ولم أعد أعير للمشاكل أكثر من حجمها، والإدراك بأن الحياة هي يوم سيء وآخر حلو وجميل. حاولت ترويض عقلي على استيعاب أني لست مريضة وأن آليات العصبية فقط هي التي تحتاج بعض المساعدة لتعمل بشكل جيد، لكني لم أملك شجاعة الاعتراف لأي شخص آخر بهذا المستنقع الذي أوقعت فيه نفسي. لم أتحدث عن مرضي مع أحد، حتى أقرب المقربين مني، ورغم أن والدتي تعرف أن تصرفاتي أصبحت أكثر عدائية وأن الاكتئاب والقلق احتل جزءاً كبيراً من حياتي، إلا أنها لم تتحدث عن الأمر ولم تضخم الموضوع، وأنا ناسبني ذلك جداً. ولكي تكون لكم فكرة عن الواقع الذي عشته في مرحلة الاكتئاب آنذاك، فقد كنت يا أصدقائي جثة تعيش الفصول الأربعة في 5 دقائق، سيدة فقدت كل ما تملكه في ثوان، أنا كل المحزونين في أرض الله الواسعة، متشردة نازحة لاجئة لبلد فيه كل شيء إلا الحياة الطبيعية. المخفي في أعماقنا لا أحد يعلمه. أدركت هذا جيداً وأعلنت الثورة ضد نفسي ورسمت خطة لإنقاذ نفسي. أولاً مارست الرياضة، حيث إن المشي السريع لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة يومياً أو ممارسة رياضة الجري يساعد على تحسين المزاج وإفراز هرمون الدوبامين أو ما يسمى بهرمون السعادة الذي كنت في أمس الحاجة إليه لتخفيف حدة الاكتئاب. ثانياً التغذية الجيدة. الاكتئاب يؤثر في الشهية، كنت أأكل بطريقة مبالغ فيها أحياناً وأحياناً لا أأكل جيداً. التغذية السليمة من الممكن أن تؤثر في مزاج الشخص وطاقته، لذلك فمن المهم تناول الكثير من الفواكه كالموز والخضروات كالجلبان والبطاطس الحلوة وشرب العصير والحصول على وجبات منتظمة.
ثالثاً، ملاحظة الأشياء الجميلة والإيجابية في الحياة، حيث إن الاكتئاب يؤثر في أفكار الشخص ويجعل كل شيء يبدو سيئاً وسلبياً للغاية، ويجعل اليأس والحزن يسيطر على حياته، فلا يلاحظ إلا الأمور السيئة فقط. ولذا على المريض أن يحاول أن يلاحظ الأشياء الجيدة في الحياة. بالبداية، إيجاد شيء إيجابي واحد، ثم محاولة التفكير في أكثر من ذلك. تعلمت كل هذه الدروس، وتعلمت أن السعادة قرار، وتعلمت أن الناس يعاملوننا بشكل سيء وهم لا يدركون ذلك ويظنون أنهم يفعلون ذلك لأنه الأفضل لنا. قرأت القرآن الكريم كثيراً ولفترات طويلة، وشاهدت الكثير من الفيديوهات الإيجابية، وبحثت عن القدوات وغيرت حياتي، وصارت حياتي منذ فترة تسير من حسن إلى أحسن، وها أنا اليوم سعيدة. نصيحتي إليكم: لا يمكنكم أن تكونوا سعداء وأنتم تحيطون أنفسكم بكل أسباب الحزن من أشخاص كثير الشكوى وفلسفتهم أن الحياة دمار وموسيقى حزينة. يجب أن تغيروها نحو صفحات إيجابية وكتب إيجابية وموسيقى إيجابية وقدوات إيجابية، ولن ترى حياتك إلا وهي تسعد يوماً بعد يوم. فقط كن هادئاً طيلة الوقت حتى تمر العاصفة. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واضغط لايك للفيديو إذا أعجبك.